ومعنا هاتفيا من عمان سيد حسين العليان محلل سياسي. مرحبا بك سيد حسين. مع تزايد حالات استهداف المكونات المختلفة في العراق، كيف ترى وضع هذه المكونات حاليا ومستقبلا؟ يعني أنا ما بعتقدش أنه الحديث عن المكونات يعني دقيق في هذا الخبر. طيب، يعني هناك فلتان أمني يبدو لي يستهدف كل الناس، هي ليست مكونات. يعني هؤلاء إذا تتحدث عن اللي قتل في أبو غريب فهذا شيء، وإذا تتحدث عن مكونات الصغيرة في العراق شيء آخر. نحن نتحدث عن مكونات مختلفة ولا نريد أن نسميها، من سنة، مسيحيين، يزيديين، وقد ذكرناها في أخبارنا. هي تفضل. ليست أقلية، يعني مكونات لا يجوز تصنيف الناس بهذه الطريقة. يعني هي ناس، صنفها ما شئت سيد العزيز. تفضل. هناك سلطة مستبدة تضطهد كل من يعاديها، هناك سلطة مستبدة تضطهد كل من يختلف معها بالرأي. نعم. لا، هذه السلطة تتكئ على مسائل دينية، مذهبية، طائفية، هذا شيء آخر. أما الحديث عن المكونات فأنا كنت أعتقد أنه تودون الحديث عن الإخوة المسيحيين أو اليزيد كونهم يعني أقليات غير متجانسة مع مجتمع في الأغلب العام هو مسلم. نحن نتحدث كذلك عن المسلمين ولا نريد أن نسمي السنة، يعني نتحدث عن الجميع، عن صابئة، مسيحيين، عن مختلف مكونات تتعرض لهذه العمليات كما أشرنا. تفضل. أنا أعتقد أنه لما تغيب الدولة وتغيب دولة المواطنة والقانون، نعم، كل الناس تلجأ لمكوناتها الصغيرة. أحيانا ينكفئ لمكون جهوي، أحيانا ينكفئ لمكون العشيرة، أحيانا ينكفئ لمكون مذهبي. هذه صفة الدول المنهارة، واليوم العراق في حالة انهيار. طيب، والسلطة في العراق هي مستبيحة للعراق، والعراق كله مستباح للقاسي والداني. نعم. يعني لا تستطيع أن تعمم هذا الموضوع. هناك من يرى يعني أن هذا الاستهداف هو بالناصرية إذا الناس، نعم، لا تقتل في الناصرية مثلا أو البصرة تقتل. نعم. وتقتل في العمارة. إذا في إحنا أمام سلطة، نعم، مستبيحة للبلد ومرهونة بيد الأجنبي. لكن نحن نتحدث أيضا في مدن، هذا يشكل ظاهرة لافتة، استهداف هذه المكونات في بعض المناطق والمدن، الهدف منه ألا تراه أنه إحداث تغيير، إحلال سكاني في مناطق تجمعهم؟ إلى أي مدى ترى ذلك مطروحا في العراق ويحدث الآن؟ يعني أنا لا أعتقد أنه هذا ممكن. كيف؟ حتى لو رغبت بعض القوى، نعم، وبعض الأطراف سواء محلية أو خارجية بإحداث هذا التغيير فهذا غير ممكن. ولكن يعني هذا يحدث، حدث ويحدث في مناطق كثيرة، في جرف الصخر وغيرها. نعم. أوكي، يحدث، لكنه هذا على المستوى البعيد سينهار. يعني احنا قديش حاولنا في مرحلة من المراحل أن نسكن عرب في كركوك لما كانت الدولة ذات طبيعة مستقرة. اليوم بعد انهيار الوضع لم يبقى أي عربي في منطقة كركوك ممن روح له من الجنوب، خلي يتعلموا من الدرس السابق. يعني السلطة لماذا تتعلم؟ هاي السلطات لا تتعلم بالمحصلة النهائية. هناك تهجير قصري مفهوم، نعم، لكن هذا التهجير القصري أيضا سينهار مع أي متغيرات. هل ستتعامل الحكومة برأيك سيد حسين في بغداد، الحكومة ستتعامل بصورة مختلفة مع تأكيدات الرئيس الأمريكي الأخيرة دونالد ترامب بوجوب التزام بحماية جميع المكونات داخل العراق؟ هو هذا ترامب هو الكذاب الأول، هو الوحيد اللي أتاح، يعني أمريكا هي من أتاحت تفكيك العراق إلى مكونات صغيرة ومكونات متناحرة. نعم. وبالتالي التعويل على الأمريكي يعني وهم لا يجوز السقوط فيه. هو من أباح العراق وفكك المجتمع وفكك الدولة لحساب مكونات على حساب مكونات أخرى. يعني نعم. إلى أي مدى لا تثق بالأمريكي يعني. نعم نعم. إلى أي مدى يمكن ربط أوضاع هذه الأقليات أو المكونات في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات؟ ومن المستفيد من أحداث هذه الحالة؟ بالتأكيد هناك جهات لها مصلحة في أنه تضفي حالة من الرعب على بعض المناطق حتى تزيد من مكاسبها، ليس إلا يعني. وهناك تناحرات سياسية لها أول ما لها آخر، يعني في داخل المكون الواحد ممكن تصير مشكلات يعني. نعم. أحسن عن مكاسب صغيرة تفهى لهذا الفصيل أو ذاك يعني.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد حسين العليان من عمان المحلل السياسي.